اللجنة الأولمبية في آخر الأسابيع كانت لديها عدة اجتماعات تنسيقية مع الاتحادات الرياضية واعتماد مبدأ المشاركة النوعية واختيار أحسن رياضيين من أجل تشريف الراية الوطنية. نظن أنه حاليا كل الأمور مهيئة، الأول وفد سوف ينطلق يوم 22 جوان، كذلك تنقل وفود مرتبط أساسا بمبدأ 48 ساعة قبل المنافسة والعودة 24 ساعة بعد المنافسة. كل الظروف مهيئة، نتمنى أن هذه المنافسة تكون افتتاح شهية وتحقيق أكبر عدد ممكن من الميداليات، خاصة أن بلادنا مقبلة على تنظيم الألعاب العربية. الوفد راح يشارك ب 84 شخص، منهم 66 رياضي ورياضية، 14 مدرب، يعني طاقم طبي. يعني أنا كرئيس وفد ونائب رئيس الوفد اللي هو ياسين لعيل، راح يكون 12 اختصاص. ال 12 اختصاص هي مشاركة اللي راح تكون، يعني احنا نسقنا مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية انه تكون الرياضيين اللي راحين الاختصاصات والرياضيين اللي راح يشاركوا لازم تكون هنالك نتائج، ما يشاركوش باش يشاركوا.